ما معنى العاديات ضبحا والموريات قدحا؟ العاديات هي الخيول ضبحا التي تنهش من شدة الجري، الموريات قدحا التي توري الشرر، يعني ترتطم أرجلها حوافرها بالحجارة فتقدح الشرر. فهذا قسم بالخيول في أعظم مواقفها في جهادها في سبيل الله، في سبيل الله جهادها في سبيل الله. أقسم الله بالخيل في أحسن مواضعها وأفضل أعمالها، وهي الخيل الغازية في سبيل الله التي تقتحم المعارك لإعلاء كلمة الله كي يولي من عليها كلمة الله. قال والعاديات ضبحا، الخيول التي تعدو وتنهج من شدة الجري، فمن جريها ترتطم أرجلها حوافرها بالأحجار والصخور فتوري الشرر، تقدح الشرر. فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، تغير على العدو في الصباح. فأثرن به نقعا، أثار الله بهذه الخيول الغبار. فوسطن به جمعا، فوسطن توسطت الخيول جموع الأعداء. يقسم ربنا بهذا على ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود جحود، يذكر المصائب وينسى النعم. فنعوذ بالله من أن نكون كذلك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومن العلماء من قال والعاديات ضبحا، فنزلها على الحجيج، ركائب الحجيج التي تحملهم وتتجه بهم بعد مزدلفة إلى مكة إلى منى في الصباح، فنزلها على ذلك. والقولان شهيران، والأول أشهر لأن الإبل لا تكاد تقدح الشرر، والله أعلم، وإن كان القولان موجودان.